فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك بعض الناس إذا قلت لهم إنه يجب التمسك بالدين الذي مات عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما فعله السلف الصالح، يريدون أن ابن القيم رحمه الله ذكر في أعلام الموقعين حالات تتغير فيها الفتوى وأنها تتغير من زمان إلى زمان، يقول: فما الجواب على ما أوردوه؟ الفتوى غير المنهج، المنهج هو منهج السلف الصالح، وأما الفتوى اللي هي الاجتهادية، الاجتهادية يجتهد العالم ثم يفتي ثم يبلغه من العلم بعد ذلك ما لم يبلغه من قبل، أو يتبين له ما لم يتبين له من قبل فيفتي بفتوى أخرى على حسب ما يظهر له، ما هو بيجمد على فتوى الأولى فقط، بل إذا تبين له علم تجدد له علم يعمل به، وليس هذا نقضا للفتوى الأولى، إنما تلك على حسب ما ظهر له في ذلك الوقت، وهذه على حسب ما ظهر له في هذا الوقت، وهذا هو الواجب. فهو يدور مع الحق، ما خرج عن الحق، وله بتغير الزمان، تغير الاجتهاد، هذا تغير الاجتهاد، ما هو بتغير الزمان، تغير الاجتهاد. العالم يتبين له في وقت ما لم يتبين له في وقت آخر، ولا يجمد على ما قال، بل يتحرك ويتحرى الحق، وإذا تبين له أن هذا أن هذه الفتوى أرجح من الأولى يأخذ بها. والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد كما يقولون، الأولى صحيحة وهذه صحيحة أيضا. نعم. ولهذا لما قضى عمر رضي الله عنه في مسألة من مسائل الفرائض بقضاء خالف قضاءه السابق، قيل له في ذلك، قال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. ما قال قضاءنا الأول باطل، أو ذاك على ما قضينا في وقته حسب ما ظهر لنا، وهذا على ما نقضي الآن حسب ما ظهر لنا.